النهارده مباراة مهمة، مباراة يعني زي ما بنقول لا تقبل القسمة على اتنين، ومباراة يهم نادي الزمالك فيها ان هو يبقى مرتاح ويحقق نتيجة كبيرة النهارده. طبعا ماتش مهم، انت خلاص ده سيمي فاينال خلاص فاضل على الكونفدرالية، الحلو حبة كده فاضل زي ما على بيقولوا. الحلو حبة زي ما بيقولوا. بس هنرجع نقول الزمالك كبير وبيعرف يتعامل مع المباريات دي بشكل كويس جدا جدا جدا، مظبوط. ولكن عايزين بس نوصل للعيبه معلومه ان يعني بيبقى في مشكله دايما ان مباراه الذهاب تبقى على ملعبك، يا تبقى ميزه يا تبقى تبقى عيب. عيب. الميزه لو انت خلصت المباراه من الاول، من هنا لو انت كسبت اتنين وتلاته الموضوع بيبقى هناك مش سهل، بس الموضوع بيبقى فيه توتر اكتر للفرقه اللي قدامك وانت بتقدر تلعبهم بالشكل اللي انت عايزه. صحيح. لكن الموضوع لو ما خلصش هنا هتبقى مشكله جامده هناك، يعني لان اجواء طبعا في افريقيا واحنا دلوقتي الجو حر جدا، وهو اكيد هيلعبك الصبح واكيد هيلعبك في اسوأ جو ليك، صحيح. الملاعب ما بتبقاش احسن حاجه، حتى الاكل والاقامه بتبقى الموضوع مرهق جدا على اللعيبه، فلازم اللعيبه تحط كل دفع اعتباراتها النهارده ان هم يخلصوا من ان هنا احنا نخلص الجيم النهارده عشان نبقى مرتاحين فيما بعد. بالظبط. لا وكمان يا كابتن الجمهور النهارده هيبقى ليه دور كبير معاك، طبعا والاجواء كلها طبعا. النهارده، وحتى كابتن الحاله المعنويه انت بالنسبه لك كلاعب الفتره اللي فاتت يعني زي ما بنقول برضه في السماء، انت داخل معنويات هاديه مفيش ضغوطات عليك. في ضغوطات بس ضغوطات ايجابيه، الجمهور عايز منك ان انت تحقق بطوله مهمه. بص يعني انا اللي مريحني ومطمني ان الزمالك بيكسب باداء، يعني مش مكسب بس، انت بتكسب الفتره اللي فاتت بقى لنا 3 4 مباريات بتكسب وادائك كويس وباي حد. وباي حد، بالظبط. يعني ياسين بيلعب دي صوت نقطه بيلعب، مهمه. ودي ميزه، لا دي ميزه، ودي ميزه الجهاز الفني وميزه اداره النادي اللي وفرت الجهاز الفني ده، يعني العين اللي جابت الجهاز الفني واللعيبه اللي اختارت، خلي بالك العين اللي اختارت اللعيبه اللي جت، اللعيبه اللي جت ممكن ما تبقاش افضل حاجه على الساحه في التوقيت ده، لكن هي شبه نادي الزمالك، لعيبه كلها عندها شخصيه البطل، اللعيبه كلها متاسسه على شخصيه البطوله، فدي عايزين ميزه، يعملوا حاجه. فدي ميزه، اللعيبه كلها جايه تثبت نفسها، اللعيبه كلها عارفه قيمه الكيان وقيمه النادي اللي احنا فيه، فدي ميزه. ده اللي خلي، ده اللي بيخلي النادي ناجح الفتره اللي فاتت.